وقفنا في السور ها طاينا من حديث الشباب انا هو صحيح طعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب باب في تغيير الأسماء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون الواسطي قال أبو حاتم ثقة حجة كنعرف حديثه. طبعا هذا أعلى درجات التوثيق التي تريدها عالم. قال أبو زرعة قال من رأيت الحفظ عمرو بن عون. قال أخبرنا وحول الإسناد وقال وحدثنا مسدد. يعني هنا تحويل الإسناد له شيخ آخر الإمام أبو داود. قال مسدد مصنف الصربل من الثقات الأسناد شيخ الأصحاب قال حدثنا هشيم. هشيم بن بشير وهو من الثقات وهو من ثقات أهل الشام لكنه يدرس مجلس التسويق. قال عن داود بن عمرو. داود بن عمرو ثقة. قال أبو زرعة ثقة وقال ابن معين ثقة. قال عن عبد الله بن ابي زكريا. عبد الله بن ابي زكريا من الثقات ذكر ابن حبان في الثقات وروى عن ابي الدرداء وعن سلمان وعباده واكثر من الاحسان. قال عن ابي الدرداء رضي الله عنه. قال يكن رجل افضل منه الشيخ. قال عن ابي الدرداء رضي الله عنه. ابو الدرداء رضي الله عنه ضاق صحابي الجليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم تدعون يوم القيامه باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسماءكم. قال ابو داود ابن ابي زكريا لم يدرك ابا الدرداء. ابا الدرداء قال يعني فيها الذكاء قال المصنف رحمه الله حدثنا ابراهيم بن زياد سبلان. ابراهيم بن زياد ثقه. قال معين ثقه. قال بسرعه شيخ ثقه. قال حدثنا عباد بن عباد. عباد بن عباد ثقه ثقه بن معين وغيره. قال عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر المكبر ثقه بن معين ابو حاتم وغيره. قال عن نافع. قال عن نافع. نافع مولى بن عمر وقيل وأزة الناس بن عمر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي من السبع المكثرين ومن العبدين الاربعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الاسماء الى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله. قال المصنف رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله قال ابو حاتم صدوق قال سعيد صدوق وهو ثقه. قال حدثنا هشام بن سعيد. هشام بن سعيد من الثقات صدقه احمد وغيره. قال صاحب قيس والصلاح وقال سعيد لا باس به. قال اخبرنا محمد بن المهاجر الانصاري. محمد بن المهاجر الانصاري وصدق بن معين واحمد بن حنبل وغير هؤلاء. قال حدثني عقيل بن شبيب. عقيل بن شبيب من الجهلة مكان مشهور لا يعرف. قال عن ابي وهب الجشمي وكانت له صحبة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسماء الانبياء واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن واصدقها حارث وهمام واقبحها حرب ومرة. قال المصنف رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل. المنصري من الثقات الانفاس. قال حدثنا حماد بن سلمه. حماد بن سلمه من النبلاء ورفعاء الخطر. قال علماء هنا من تكلم بحماد بن سلمه فاتهمه على اللسان لانه كان شديدا على اهل البدع. قال عن ثابت. حماد بن سلمه هو اوثق الناس في ثابت. ثابت هو ثابت البناني اوثق الناس ايضا في انس. قال عن حديث حتى القب اليد انس. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه. قال ابن مالك ومن السبع المكثرين عن ابي الامين. قال ذهبت بعبد الله بن ابي طلحه الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له. قال هل معك تمر؟ قلت نعم. قال فناولته تمرات فالقاهن في فيه
فلاكهن ثم فغرفاه فأوجرهن إياه، فجعل الصبي يتلمض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. عبد الله في تغيير الأسماء. هو من السنة أن يحسن المرء اسمه، من السنة أن يحسن المرء اسمه، لا سيما أن هذا الأمر يعني قد تقول كما قال ابن القيم في القاعدة: كل امرئ له حظ ونصيب من اسمه. وهذا تراه واقعا صراحة، كل امرئ له حظ ونصيب من اسمه. لما جاء الرجل اللي عمر بن الخطاب قال له: ما اسمك؟ قال جمرة. قال: ما اسم أبيك؟ قال حرة. ثم قال له: من أين؟ قال: من نار تلظى. قال: اذهب اذهب فإن بيتك احترق، قد احترق، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فكل امرئ له حظ ونصيبه من اسمه. فيحسن ويجدر بالإنسان أن يحسن اختيار الأسماء، لا سيما وأنهم كانوا يعني من دأبهم اختيار أسماء الأنبياء، كما قال الله جل وعلا سورة مريم: عندما قال اليهود لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قالت: يا أخت هارون. وهارون ليس هو هارون أخو موسى عليه السلام، بل كما قلت أنه أخ موسى عليه السلام، لا، بل قال النسلم أنهم كانوا يسمون الأسماء الأنبياء. فمن الأدب التسمية بالأنبياء، هذا من أفضل الأسماء أن يسميه بأسماء الأنبياء. اليوم يعني أرى أسماء أعجب من العجب، أعجب من العجب، لا تقارب ولا تداني أسماء الصحابة الكرام أو أسماء الأنبياء، مع أن الإحسان بالجميل للصحابة التسمية بأسماء الصحابة، كما أن ترى أسماء عجيبة منها، من هذه الأسماء يعني رشا صحيح، وأسماء عجيبة جدا يعني بعيدا عن التسمية التي يمكن أن نقول فخر لنا وعزاز أن نسمي بأسماء الأنبياء وأسماء الصحابة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تغيير الأسماء، باب بتغيير الأسماء. قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. فقال أبو الدرداء أو غيره، قالوا بأنه من السنة أن يسمي بأسماء حسنة، لأنه ينادى عليه يوم القيامة. وبعضهم كان يقول بأن التسمية أو النداء يكون بأسماء الأمهات لا الآباء. وأوردوا على ذلك حديثا ضعيفا بأنه يدعى يوم القيامة الأرض باسمي واسم أمي. ذلك في الرد على من قال بأن الناس يوم القيامة يدعون بأسماء بأمهاتهم لا بأسماء آبائهم، البخاري نفسه أراد أن يرد على هذا، لأنهم أنهم تمسكوا بحديث ضعيف، فبوب قال: باب يدعى الناس بآبائهم، يعني وإياكم وهذا الحديث الضعيف، فلا يدعى يوم القيامة بأسماء أمهاتهم. ثم أتى بحديث على ذلك، حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، وقال: الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال غدرة فلان ابن فلان، يقال غدرة فلان ابن فلان. وأما ما احتج به بعض من قال بأنه أنهم يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم لأجل عيسى عليه السلام، فهو من حديث سعيد بن عبد الله الأودي قال: شهدت أبا أمامة وهو في النزع، قال: إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة. وقال النداء هنا: يا فلان ابن فلانة، وهذا الحديث لم يصح أصلا، الحديث لم يصح. يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبه، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة ثلاثة. فهذه فيها دلالة على التسمية بالأم، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث لم يصح. وفي صحيح عن موسى رضي الله عنه قال:
ولد لي غلام فأتيت به نفسنا فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة، سماه إبراهيم وحنكه بتمرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعون أو تدعون من قيامة أسمائكم وأسماء أبائكم فأحسنوا أسماء. هذه السنة كما قلنا حتى في الدنيا، لأنك لو سميت ابنك تسمية غريبة فإنها تكون مدعاة للسخرية، وكيف يسامحك ابنك على ذلك؟ تغييره واجب. إذا قال تغيير الأسماء وأصل هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. فإذا كان أحب الأسماء إلى الله، قال أحب الأسماء إلى الله، فيها دلالة على المحبوبية المحبة ودرجة المحبوبية، لأن أحب هنا على بابها، وفيها تفاوت وتفاضل الناس عند الله تعالى محبة. فليس الذي محرك الذي خلص الله مقرره زيادة متعلم، وليس الذي نافذ في الخيرات وارتقى كالذي توقف في محله لا يفي. ولذلك قال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وهذه إطلاق العبودية لله جل وعلا. فذلك لا يجوز شرك أن يقول عبد كذا، عبد النبي، عبد كل هذه أسماء لابد أن تغير. وطبعا أهل الخبث والرفض أخبث خلق الله يسمون عبد الحسين، حتى ما يسمونش عبد الحسن، أنه عندهم حسن يعني عند طائفة أنه خان، أعوذ بالله من الخذلان. فلا يجوز التعبيد إلا لله جل في علاه. قال أحب الأسماء، وكما قلنا فيها محبة وفيها محبوبية، أحب الأسماء وفيها إثبات المحبة لله جل في علاه من الصفات الفعلية، ثبتت بالكتاب والسنة إجماع للسنة. قال الله جل في علاه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أثبت المحبة. وأيضا قال أحب الأسماء إلى الله جل وعلا فإثبات المحبة لله جل وعلا في الكتاب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن السنة إذا إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه. وأفضل عبد الرحمن وعبد الله وعبد الرحمن في رواية تسموا بأسماء الأنبياء. وقلنا ان هذا الدأب وهذه السنة، فلا يبعد المرء ان يسمي اسماء الانبياء، وهذا افضل له. تسموا باسماء الانبياء واحبوا الاسماء الى الله عبد الله عبد الرحمن اصدق حارس وهمام واقبح وحرب ومره. بقولي اصدق حارس وهمام لانه المعنى الاول حارس والكاسب لانه عن الحرف يعني لانه لا يعيش في الدنيا تبهللا. هنا اذا كان الاسم على المسمى، ولذلك قال عمر بن الخطاب أكره أن يعيش المرء في الدنيا تبهللا، لا هو بعمل الدنيا ولا هو بعمل الآخرة، لا هو بعمل الدنيا ولا هو بعمل الآخرة. فالحارس وهمام، وهمام من الهم، فلا يخلو الإنسان عن كذب ولا عن هم. وأفضل الناس عند الله على أعلاه مهمة، فإن الله يحب معالي الأمور وأكره سفسافها. قال سموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام. قال وأقبحها حرب ومرة، لأن الحرب من البشاعة، الحرب من الخسارة. لذلك ترى هنا الكلام على التفاؤل هنا الآن. قال وأقبحها حرب ومرة، لأنها أيضا وسيلة للتشاؤم. والأمر الثاني بأنها فيها ما فيها من يعني الوصول إلى قلب الإنسان بالهم والغم والحزن، والإنسان مأمور شرعا بدفع كل هم وغم وحزن. وأن يبقى سعيدا مسرورا، أن يبقى سعيدا مسرورا. لذلك قال أقبحها حرب ومرة، ومرة من المرارة. وكما قلت بأن الإنسان كان لا يؤمر على سرية إلا أن يسأل ما اسمك، فإن قال مرة قال ارجع، فإن قال مهزوم قال ارجع. وكان يتفاعل بالأسماء الحسنة، إذا قال نصير، إذا قال ناصر، إذا قال منتصر، إذا قال منصور أمره، إن قال خير أمره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأصدقها الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. وليست المسألة حصرا وقصرا على الكلمة بل فوقها. نعم.
وفي الحديث الأخير قال ذهبت عن بلبنة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة كان بعيرا له، قال هل معك تمر؟ فأخذها ملاكها ووضعها في فمي، وهذا التحنيك فيها من السنة التحنيك، وعامة التسمية السنة فيها بأنه يسمى في اليوم السابع ويذبح عنه في اليوم السابع ويحلق له رأسه ويصدق فيه في اليوم السابع ويكون التحنيك، ولكن التحنيك في أول يوم. والتحنيك هنا هو أن يلوك التمر ويجعل الريق ليس التمر، لو وضع له جزيء التمر مات، المعدة لا تستطيع أن تتحمل، فهو يأخذ ريقه المحلى بالتمر ويجعله في ريق الصبي. وهذا التحنيك إن كان للبركة فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خلافا للنووي وابن حجر وهؤلاء، إن كان للبركة فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يداني رسول الله في البركة، ولا يجوز التبرك قط إلا بالرسول، ولو كان جائزا لسبقونا إليه، أبو بكر متواجد، عمر متوفر، عثمان موجود، علي موجود، العشر المشهورون موجودون، وليس أحد قام وأراد أن يحنك الطفل بأحد هذا أولئك العشرة. فلم تكن تبركا أو كانت تبرك فلم يرد لهم أحد فعل ذلك، فنقول إذا كانت على الراجع أنها تبرك لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت تحنيك لأمر آخر وهو نزول أي شيء حلو في معدة الجنيء الطفل وهذا الأصح، قلنا إذا لا يتوقف على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعدى غيره. المهم أن السلام لاك التمرات وأيضا وضعه في فمه، وقال حب الأنصار للتمر أو للتمر، فسماه عبد الله بعده من فهم التابع، فسماه أن السلام عبد الله. وفيها أيضا السنة أن توكل الأخيار والأفاضل في التسمية، السنة أن توكل الأخيار والأفاضل في التحنيك وفي التسمية. هذه آخر الكلام على مسائل التسمية والأسماء، وكما قلنا بأن كل امرئ له حظ ونصيب من اسمه، فلا بد من اختيار أحسن الأسماء، وأيضا لأن المسألة فيها فأل وفيها طير، فالتفاؤل مستحب مندوب إليه، وكلما جعل الاسم اسما يدل على البشارة ففيه مفهوم بذلك. الفوائد المستنبطة: حسن اختيار الاسم على الوجوب عند بعض العلماء، وان كان الجماهير يرونه وانه على الاستحباب، لانه قد امر انسان قال فاحسنوا فاسمعوا، لكنهم لما يرون انها من الاداب والهيئات قالوا بانها على الاستحباب وليس على الوجوب. اثبات صفه المحبه لله للفعلات. الفائده الثالثه: تفاوت درجات المؤمنين. لما قال احب اذا في تفاوت درجات المؤمنين، منهم من هو حبيب ومنهم من هو احب، منهم من هو حبيب ومنهم من هو احب. السنه التسميه باسماء الانبياء ولها فأل واصدقها الفأل. عدم جواز التسميه باسماء القبيحه، وهذا سياتي ان شاء الله بوجوب التغيير في الباب الذي يتقدم. نعم، يقول التسميه توكيل التسميه للافاضل لا سيما العلماء الصرحاء. فضل الصدق في القول والعمل، فضل الصدق، قال الحارث وهمام، فضل الصدق في القول والعمل.